السلام عليكم أعزائي، كدرتم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير ودائما في أحسن الأحوال يا ربي. شنقول لكم، هذا نهار الاثنين إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة، بداية الأسبوع موفقة إن شاء الله للجميع. قد الكاميرا باش نشوف أحسن مع كندير لكم دائما موسيقى شوية ديال الرولاكساسيون، لأن أنا كنت رولاكسة معكم. و يعني اليوم غنعطيكم غير واحد بعض الكلمات نصائح اللي كطيح لي على الفكر ديالي وكنشاركها معكم، ماشي كطيح لي هي اصلا، انا كنعمل بها وهادشي كلشي كنكون كنبغي نوصل لكم شي فكره دائما كما كطيح لي فراسي، وكنشاركها مع احبائي المتتبعين ديالي الاعزاء. غنهضر اليوم على كلمه الفرح. كلمات الفرح، الفرح كلمة جميلة، البعض كيحس بها والبعض الآخر ما تيحسش بها. الفرح اختيار وانتهاز، يعني كنتهزوا الفرصة، إلا كانت عندنا شي فرصة باش نفرحوا لمالا أول حاجة نتهزوها، ودائما نشعروا نفسنا بالفرح، نخلقوا واحد الجود الفرح، نشاركوا مع الناس الفرح، مع أشخاص، مع أماكن نخرجوا ليها نشعروا بالفرح. أي حاجة اللي بغيناها نشعروا بها باش غتفرحنا نتهزوا ديك الفرصة وما نتخلوش عليها. وأول حاجة هي أن نبادروا ديك الفرصة اللي غادي تفرحنا إحنا، وغادي تكون لينا ترجع لينا بواحد دائما بواحد الكوتي بوزيتيف. انتهزوا الفرصة باش الفرصة باش نفرحوا، نبحثوا عليها أكيد، إلا بحثنا عليها غادي نلقاوها مع الأشخاص في مثلا في الأماكن، إلا خرجنا في المتاجر حتى في الشغل ديالنا نبحثوا عليها مع وليداتنا، علاش لا لقينا الفرصة. أي فرصة كتفرح دائما كنقولها نتهزوها دائما. نخرجوا للتسويق اللي كنرتاحوا كثير شي، اي واحد كيبغي التسويق، وكثير شي حنا من النساء كنهضر على اختي المراه، دائما حنا كنلقاو راحتنا النفسيه على خرجنا نديروا التسويق، ماشي مثلا يكون ضروري في الملابس، ولكن شي حاجه كتعجبنا، تكون شي حاجه ديال الدار، تكون شي حاجه ديال شي ديكور، اي حاجه المهم كتفرحك انت ديريها، بادري بهذيك الفرصه وفرحي نفسك، وما يعني ما تضيعيش على راسك نفس تاع الفرح. اما احسن كلي كيفرح في الخروج للطبيعه والناس كلها، طبعا احنا خلقينا والطاقه ديالنا من الارض، كلنا خلقينا حر احرار، يعني كنحماقوا على شي حاجه ديال هي الطبيعه، الواحد يخرج يتمشى. انا درت معكم ان شاء الله هذا الكلام، هذا الستوري الصغير، باش غادي نخرج نتمشى واخا شويه كاين تقلبات الجو، ولكن ما كيمنعش، لان ملي كنبقاو في الوضع ديالنا كما هو عليه الاسبوع كامل، نزيدوا بالويكند، ما تيكونش ترفيه عن النفس، كتولي عندك ملل، كيولي عندك ضغوطات نفسيه، ولو ما عندكش مشاكل هذاك الروتين تيقتل. خاصنا دائما ننوعوا ونفوجوا على خاطرنا باي شي حاجه كتفرحنا. طبيعة الحال في الاحتفال اكيد ملي كنمشيو للاحتفال، اي واحد غادي راه ضروري كسوى الرجل او المراه، ككل او الكبير او الصغير، كنفرحوا في الاحتفال، فرحوا، انتهزوا الفرحه الفرصه. سمحوا لي انا سبونطاني ما كنبغيش ندير صور باش نكون معكم هكا ديريكت. انتهزوا الفرصه ديال الفرح، لقيت هاد الفرح ما ندوزوهاش، ماشي دائما نقولوا على نفسنا حق، راه حنا كل واحد راه شي معروف، كل واحد الظروف ديالو، على حسب الديانات، الديانات ما كتدخلش هنا في بلاصه الفرح، لان اي حاجه كتفرح انتهزوا الفرصه وفرحوها. في الكلام ديالك مع الاشخاص اللي كترتاحي ليهم حتى هذيك كتكون فرحه، الا بحال دابا كنتي في شي مجمع وكانوا شي ناس هما بالنسبه ليك كترتاحي ليهم نفسيا وكتستمتعي ليهم، الا كتصنتي ليهم والكلام ديالهم كيكون كيوصل لك للقلب، حتى هذه فرحه. انتهزي الفرصه باش تكوني مع دوك الاشخاص اللي كترتاحي ليهم ككل، ودائما لا للسلبيين، لانك تلقى شي معارف ديالي او بعض اللي تعرفت عليهم الكلام صدري كيجرح بزاف وكيحطم المعنوي، الا كان الكلام يعني كلام كيجرح كيخلي بنادم متوتر، كاين شحال من واحد اللي كيمرضوا الكلام، وانا وحده من الناس،
واخا انا كنعطيكم نصائح، هذا هو يعني ما كنقولش ضعف، مي كنقول ما كنرتاحش للناس، لو ما كنحناش نسمع الكلام الجارح، كنفضل نتجاوزو وما نسمعش ليه ولا نتجاهلو كما نقول. ولو كتجاهلي كتبقى لك ديك الفكره راسخه لك في الاذن ديالك كتقولي لي ما لا. سمحوا لي بغيت نسمعكم معايا الموسيقى ساعه باردون. الو ديكو انا كتبقى فيا داكشي علاش كنبغي نسحب، باش ماشي اللي هما عينيهم على الاشخاص مي على نفسي انا باش نرتاح. في كلامك مع الناس، حيت انا ملي كنقرا شي فرنسيه كنترجمو لكم بالعربيه، اللي كانت شي حاجه شويه خصني ضروري نقراها باش نوصلها لكم. كل مره بعد المرات كنقولوا ما فياش، ما عنديش الخاطر باش نخرج، كنقولها للناس بالدري باش توصل للناس ككل، ما عنديش الخاطر باش نخرج وعاد خصني عاود نلبس وعاد خصني ندير. لا انت هذه الفرصه خرجي، ولا بغيتي تمشي عرفتي، هي لا تمشيتي وخرجتي ضربك الهواء وفرقتي داك الشيء اللي عندك في الداخل ديالك، لا في الذهن ديالك ولا في القلب ديالك يعني او الخاطر ديالك. الا غيرتي غير المكان غير شويه وبدلتي الجو، خرجي شويه تمشي ورجعي، او خرجي بغيتي تخرجي تسوقي يعني او ديري اي حاجه، المهم غيري المكان، خلي هذاك المكان كما هو عليه. كنتكلم على المراه، اختي المراه، ولو تكون الدار مرور، لان راه كبكري يعني كتنظفي المنزل ديالك وديري وتعاودي، واللي كديريه اليوم كديريه غدا، كيرجع ملل من الروتين، كيولي النفسيه محطمه. سدي ديك الساعه ولا ساعتين، سدي على كل شيء، خرجي غيري الجو باش تاخدي راحة لنفسك، لأن الدنيا كما كنقولها دائما في لايف ديالي، الدنيا لها زوال فانية، غنعيشوها بما يرضي الله، ولكن كمان ناخذ واحد الراحة النفسية لينا، لأنها كما نقولوا ملي كيكون توتر ما تيخليناش نعيشوا واحد الراحة النفسية، خاصنا دائما نغيروا غير المكان. يمكن تلقاو الراحه في الشغل ديالكم، الناس اللي كيشتغلوا اوسي الى عجبتهم الخدمه ديالهم تيفضلوا يشتغلوا على براك، يبقاو في واحد المكان ديالهم البيس ديالهم اللي كيكون فيه ما كنقولش البويس ديالنا كلها، مالا لان نخرجوا حتى نشبعوا، ندورو حتى نشبعوا، مي دائما كنرجعوا للبيت ديالنا اللي كنلقاو فيه راحتنا. ولكن الا بقينا على كل اليوم كل يوم كل يوم وحنا في نص الروتين وحنا مسدودين علينا في البيت ديالنا، ما كنقدروش صافي ديال كومون دير، ما كتبقاش عندنا ديك الطاقة، وما كيبقاش عندنا ما عندناش البديل، يعني صافي ما كنقدروش نعطيو، كنديرو ان بلوكاج. من الأحسن غيري النفسية ديالك، خرجي جلسي مع ناس، اشتغلي، هضري مع ناس، تكلمي معاهم اللي كيريحوك، يمكن ديري موسيقى إلا كنتي في الدار حتى هي كتغير في نفسك، تصنتي الموسيقى هادئة، تصنتي أي موسيقى كتعجبك، كلام الله، القرآن، تصنتي حتى القرآن كيريح النفس. ولكن دائما هادشي كلشي كنقلبوا على الفرح، كلمه الفرح باش نفرحوا انفسنا. اكيد الا عطينا الفرصه لنفسنا غادي نقدروا نفرحوا. دائما اعطي الفرصه لنفسك باش تفرحي، دائما قلبي على الفرح، دائما هادي كلمه ترسخ في الذهن ديالنا، خصنا نفرحوا، ضروري نفرحوا، ما خصناش دائما نعيشوا مأساس وضغوطات مع هاد الناس. راه كلها اكيد كتعيشها مع هاد الجائحه ديال الكورونا اللي كنهضروا عليها، اللي حطمت الانفس ديال الناس بهذا سبب المرض. كنشوفوا الناس كيموتوا حدانا، كنشوفوا الناس كيمرضوا، ومرضنا حتى حنا بانفسنا وعاود مرضنا، وكتشوفوا كلشي ولا عندنا، ولينا بحال مسجونين، يعني الا تخرجي غتخرجي ما عندكش، ما بقاتش الحريه حتى في الخروج، الا بغيتي تمشي لشي اماكن ديال الترفيه لا ترفيه على نفسك، حفلات ولا وقلو، لان ضروري من الواحد هي علاش كنقول حفلات، لانها كتفرح، هذاك المجالس ديال الفرح ما بقاوش، هذاك هو اللي خلانا نكونوا انطوائيين شويه على نفوسنا، زاد كمل على الشخص اللي هو انطوائي كيزيد يكمل عليه. شوفوا غير الطبيعه اللي مورايا ما شاء الله كي دايره. دائما انتهزوا الفرصه ديال الفرح، فيما جاتنا شي فرصه باش نفرحوا نطيروا عليها ونمشيو ليها باي وجه كان، نحطوا كاع داكشي اللي في يدينا ونفرحوا ونغيروا من انفسنا.
كنتذكروا شحال من فرصه ضيعناها في حياتنا ملي كنبغيو نفرحوا، اما كيكون عندنا كنقولوا عندي الوليده صغار ما نقدرش نخرج، او اليوم ما فيهاش شي حرق لي راسي باش نخلي حتى نهار اخر، ولا يمكن غادي يجي عندي شي واحد ولا ضروري بحال حنا العيالات خصنا نظفوا بيوتنا، خصنا نوجدوا هادي، خصنا نديروا هادي، خصنا الفلوس اكيد غنديروا، ولكن الا بقينا كنديروا داكشي كل نهار كل نهار الطاقه ديالنا. انا مثلا نقولش للمراه ولا اي واحد ما تهتميش بدارك، انا كنقول اهتمي بنفسك هو الاول باش تقدري تهتمي بدارك، الاولى ما احسن تهتمي بنفسك وصحتك باش تقدري تعطي، او ما تبقاي غير بداك الروتين اللي كيدير لك الضغوطات النفسيه وشويه ديال التوتر، ما كيبقاش البديل، كتبقاي غير يعني بحال الماشين غير خدامه على نفس الشيء وبتكرار كل يوم. نقدروا نغيروا من نفوسنا شويه ونتعاملوا على ديك الحاجه اللي كنديروها يوميا باش ناخذوا طاقه لنفوسنا، باش نقدروا نفرحوا نفسنا ونفرحوا الخير ونفرحوا مع ناس اخرين، مع وليداتنا، مع اصدقاء، مع زوج ديالنا، مع الاقارب. دائما خاصنا تكون ديك كلمات الفرح. هذا هو اللي كان كنقول كيما قلت باش نفرحوا، علاش لا، يعني باش ما نكونوش متوترين، باش ما نفعلوش كيما قلت. ولاخر مره كنقولها، حاولوا تغيروا من الاماكن. الا جاتك الفرصه باش تسافري سافري، الا جاتك الفرصه باش تمشي ولو غير ويكاند، يعني سبت واحد لشي بلاصه، انتهزي الفرصه وسيري، ما غيري الجو انت ووليداتك والزوج ديالك، او اللي جعلتها الفرصه وكبروا الوليدات سيري غزدي الزوج ديالك. يا ريت كان الازواج كلهم كيديروا هكا باش يغيروا. كنشوف الناس كيخرجوا لكل واحد وعنده نمط العيش ديالو، ما غاديش نفرض على ناس كاملين، كنقول لهم غير حاولوا ولو غير تخرجوا تعاودوا تدخلوا، المهم شي بلاصه غير التسويق، كاع غير التسويق، خرجوا غير على برا ودخلوا. واحد يخرج شويه عاوتاني بحال دابا ياكل غير شي وجبه خفيفه على برا، كتغيري داك النمط ديال الغوتين اللي كديريه يوميا. دائما شعور بالفرح، شعروا بالفرح، وحنا اللي خصنا نخلقوا الفرح لينا. الا حنا ما خلقناش الفرح للراس اللي ريوسنا، ما غيخلقوا لنا حد اكيد، اختي او اخي. الا ما خلقناش السعاده لانفسنا، ما غاديش نتسناو شي واحد غادي يجي يدق عليك ويخلقها لك. هذه هي اللي كانت كما قلت لكم، جربوا تغيروا اماكن اخرى من وغيروا من انفسكم، وغادي تلقوا دائما واحد من بعد ما غتغيروا من انفسكم ومن الاماكن اللي نتوما كتشعروا فيها بتوتر، غادي تلقاو واحد الحيويه ونشاط وراحه نفسيه، والتوتر غادي اما غيقلل ولا ما يبقاش، غادي ترجع واحد الابتسامه شويه باش تقدري تستقبلي نهار اخر وبطاقه ايجابيه وكما كنقول يعني كفى من الضغوطات ومن التوتر، لان الدنيا لها زوال. نتمنى لكم نهار سعيد وبدايه كما قلت في الاول اسبوع ان شاء الله موفقة، وتحياتي للجميع. دابا كما درت معكم انا هاد ستوري، غادي نخرج نتمشى انا شويه، انا كنحس بشويه ديال التوتر ما نكذبش عليكم، اي حاجه درتها كنشاركها معكم، اي حاجه حسيتها بنفسي كنقولها لكم، لانكم انتم عائلتي الثانيه، وكنتمنى لكم السعاده والهناء الى ان شاء الله الستوري المقبل. باي باي عليكم.